اسألوا كاس الأمين، اسألوا الدرع الأسير. واستقبل صاحب السمو أمير البلاد يوم الأحد 17 من يونيو من نفس العام أعضاء مجلس إدارة ولاعب فريق نادي المحرق، وذلك للسلام على سموه بمناسبة فوز النادي بكأس سمو الأمير في كرة القدم للموسم الرياضي 89-90. وقد هنأ سمو الأمير أبنائه اللاعبين بهذا الفوز. مشيدا سموه بالجهود الكبيرة التي بذلها الفريق لتحقيق هذه النتيجة المشرفة مما أهله للفوز بجدارة بهذه البطولة. وأكد سمو الأمير دعمه ومساندته للشباب الرياضي ليؤدي دوره الملقى عليه، متمنيا سموه لفريق المحرق تحقيق المزيد من البطولات الرياضية على الصعيدين الداخلي والخارجي.